تمشي جوه واصلا الوعاء بتاعها مشكله صوتي لازم تتفضل ما تفضلش تنميه نفسك ما تفضلش ناحيه المدرب يعني بتاعي يجي حد من الاجانب يجي يقول له انا عايز احرك الطاقه يقول له حركها وريني اول ما يجي يقول انا هبطل العدد التمرين جسمي يكتمل العدد انا هجاوب لا انا مش سامع هم بيقولوا ايه زفير انزل واطلع في نفس الوقت شد 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 دراع مفروض على اخر شد الظهر افرد 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 جامد نفس في نفس تهيئ تحس يبقوا عاملين كوره شايفين في كوره كده مش باصين لبعض لف ودي الاثنين اليمين زي ما انا زي ما انا زي ما انا زي ما انا انا بعمل بالانس انا دي عكس قدام وجسمي بينزل لتحت انزل 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 مره يعني انا كنت زمان بتعب منها جدا زمان بتعب الجو المدرب زي اللي جه من فهمتك ان انت ايه ممكن 1+1=10 شيء منذ حوالي 10 سنوات لما دخلتها عن طريق الفنون القتاليه لتقويه الجسد وبعدين اكتشفت فوائدها العلاجيه سواء على الجسد او على النفس او على الفكر انها بتحاول تاي تشي ان هو يخلي الانسان واحد مع نفسه فيكون هو اللي بيسيطر على فكره هو اللي بيسيطر على مشاعره مش مجرد حد في الشارع او ظرف في حواليه هو اللي ياخد فكره منه او يسيطر على فكره منه او يسيطر على شعور فيه او مجرد ما الجو يغير يسيطر على جزء في جسمه فيمرض الهدف او العائد من التاي تشي ان الانسان يكون واحد تاني كجسد ثابت كفكر كجسد كفكر كشعور كعقل كل شيء واحد تاني بيسقط اي تاثير خارجي سلبي عليه. التاي تشي انا شايف ان ليها مستقبل كبير قوي في مصر لان احنا بدانا حوالي 10 اشخاص بس في مصر من حوالي 6 سنين بالظبط حاليا احنا ممكن التمرين يوصل فيه اكتر من 10,000 شخص على الصفحه بتاعتنا بنعمل ايفنتات مجانيه بيوصل فيها الحضور لاكتر من 300 و400 شخص في ناس مستمره معانا في التدريب بقى لها سنين بتدريب اسبوعي بشكل مستمر جدا يوم زي اليوم العالمي بيحضر في التاي تشي فقره التاي تشي اكتر من 4 او 5000 شخص التاي تشي واخد قبول جدا في مصر عالي نظرا ان هو اوريدي بالفعل انتشر في بلاد زي الصين زي كندا زي امريكا بلاد في اوروبا فهو انتشر بشكل كبير فالتاي تشي بيهتم سواء على المستوى الجسدي او المستوى النفسي او المستوى الفكري حتى ابسط الضعف ابسط نقاط الضعف لازم يشتغل عليها تكون قويه قبل ما يصبح مقاتل عشان كده انتشر كفن علاجي لان خلال السنين اللي الشخص بيسعى فيها انه يكون مقاتل تاي تشي بيلاقي ان مشاكله الجسديه اتعالجت سواء بقى ظهره القولون الرقبه الفقرات الركب بعدين الجزء النفسي كمان بيتعالج عشان كده لازم نعالج كل ده الاول لازم نحسن من كل ده الاول ونوحد كل ده تاني يبقى انسان واحد تاني مع نفسه علشان يبدا يكون مقاتل تاي تشي اي 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 حد التاي تشي لا يحتاج لموهبه لا يحتاج للياقه بدنيه معينه لا يحتاج لحاله نفسيه معينه لا يحتاج لسن معين او لوزن معين بالعكس التاي تشي هو اصلا انت بتروحه علشان حالتك النفسيه ضعيفه فتروح عشان تحسن التاي تشي الجسد ضعيف الفقرات فيها مشكله تروح عشان تحسن كل ده بالتاي تشي فالتاي تشي ملوش اي شروط ولا ليه اي بريكوشنز زي ممارسات تانية زي التشي كونج او اليوجا اي حد في اي سن في اي حاله جسديه او نفسيه يقدر يمارس التاي تشي عشان يكون احسن باذن الله تاي تشي هي كلمه صينيه معناها جريت
انرجي او التيميت باور. تاي تشي شوان معناها قبضة القوة العظمى بمعنى ادق. تاي معناها عظيم، تشي معناها قوة، الترجمة من نفس، من نفس لقوة. التاي تشي ليه بيتقال عليه فكرة القوة العظمى دي؟ لان هو زي ما قلنا ان هو اي مقاتل تاني بيقدر يعمل حركات بسرعة، بس التاي تشي قبل ما تبقى مقاتل لازم يشتغل على كل جزء في الجسد وفي الفكر ان يكون واحد وما يكونش فيه اي ضعف، فبتكون طاقتك عالية جدا، لان اي المعوقات، اي نقط ضعف فيك بتكون خلاص اختفت.